ايوه هاني، اوكي تقدري شير. تفضلي. مباركنا يا ابونا. الآب والابن والروح القدس الإله واحد. تفضلي. احنا ابتدينا سلسلة جديدة في الافتتاحية من المرة اللي فاتت حوالين مجمع القداس، صلاة المجمع. وكان هاني قدم لنا مقدمة المرة اللي فاتت فيها يعني ليه بنذكر كل مجمع القديسين، كل الأسماء دي في القداس بعد التقديس وبعد الأواشي. فالنهاردة احنا هنكمل، هنبتدي من النهاردة ناخد بعض الأسماء كده اللي بنذكرها في المجمع ونتكلم عنها بأكتر تفصيل. طبعا مش هنغطيهم كلهم، بس يعني هنختار بعض الأشخاص. هنتكلم النهاردة عن البابا بطرس الأول، بطريرك رقم 17، والمشهور لنا أكتر باسم القديس بطرس خاتم الشهداء. هو كان أبوه اسمه ثيودوسيوس، كان كاهن، وأمه صوفيا، وكانت أمه تقية بس ما كانش عندها أولاد، وكانت بتطلب الطلبة دي على طول في صلاة مستمرة. وشافت فعلا رؤية في ليلة عيد الرسل بأن هيكون عندها ابن، وأنها تروح للبابا الموجود وقتها عشان يباركها. البابا كان البابا ثاؤونة، بطريرك رقم 16. وفعلا بعدها السنة اللي بعدها كان عندها فعلا ولد سميته بطرس، ومن سنة صغير جدا ابتدوا يعلموه العلوم الكنسية، لأن بتربيته كنسيا كان البابا ثاؤونة. في سن 7 سنين كانت رسم قارئ أغنسطس، وشماس في سن 12 سنة، وكاهن في سن 16 سنة. زي ما انتم شايفين في سن صغير جدا ابتدى يتعلم وينمو، لدرجة أنه أصبح مدير لمدرسة الإسكندرية اللاهوتية. طبعا ده منصب مش قليل خالص وقتها، ولقبوه ده لقب يعتبر لقب آخر يعني للقديس بطرس، المعلم البارع في المسيحية. إثبات على تفوقه فعلا في الدراسة ومعرفته وعلمه أنه كان في الوقت ده في بدعة ظهرت لواحد اسمه سابيليوس الأسقف. كان الفكرة اللي عنده أنه ما فيش حاجة اسمها ثلاث أقانيم، دي ثلاث صفات لله الواحد، وأنه هو بتظهر في أوقات مختلفة. يعني اللي اتصلب على الصليب ده كان الله بس في صورة الابن، فلكن مش ثلاث أقانيم متباينة. فساعتها بعت للبابا ثاؤونة عشان يناقشه، يعمل مناظرة كده. لكن البابا ثاؤونة بعت له أبونا بطرس، كان لسه كاهن طبعا وقتها، واستصغره الأول سابيليوس بس بالمناقشة أفحمه وبين يعني خطأ البدعة بتاعته. ويقال أنه سابيليوس ده بعد كده مرض ومات، وأتباعه تشتته. دي حاجة بتبين لنا قد كده كان فعلا معلم يعني بارع. يعني ده جدول بس بيبين لنا المدة اللي استلم فيها البابا بطرس الكرسي. احنا عندنا المفروض ان البابا ثاؤونة هو كان البطرك رقم 16 زي ما باين في الجدول، فهو جه في وقت نياحته، كان بيصلي، كان مرض وكان بيصلي من ان ربنا يبعت راعي للكنيسة، وشاف في رؤية فعلا انه صوت بيقول له يسلمها لبطرس. فساعتها هو وصب كده تلاميذه، وصب كده القديس بطرس، وتنيح البابا ثاؤونة في سنة 301 ميلادية في آخر السنة. يعني إحنا بنعيد نياحة البابا ثاؤونة 2 طوبة، 2 طوبة ده كان ديسمبر وقتها، يعني هو دلوقتي طوبة بيجي في يناير، بس زمان كان 301 ميلادية، دي شهر ديسمبر، ده نياحة البابا ثاؤونة. بعدها بشهر على طول رسم البابا بطرس في بداية سنة 302 ميلادية، ومدة البابوية من 302 ل 311 ميلادية. دي عدد السنين وعدد الشهور. بابا ثاؤونة المدة كلها 19 سنة وشهر، والبابا بطرس 9 سنين و10 شهور، يعني أقرب كأنهم 10 سنين. نيجي نشوف بقى سمات عصر البابا بطرس والتحديات والضغوط اللي كانت حواليه. عندنا ضغوط خارجية وضغوط داخلية. الخارجية طبعا احنا كلنا عارفين الوقت ده نهاية أو آخر القرن الثالث أوائل القرن الرابع، كان البدايات أو كانت الاضطهاد من قبل ولاة وأباطرة روما. كان في اضطهاد جامد جدا على المسيحية عصر الاستشهاد ده، عصر دقلديانوس. دقلديانوس ابتدى تقريبا 284 تقريبا ميلادية. عصر دقلديانوس ماكسيميانوس الوالي ومجموعة من الولاة اللي كانوا يعني في منتهى العنف والاضطهاد للمسيحيين.
فده كان الضغط الخارجي، عصر الاستشهاد اللي كان يعتبر عصره من عصر اللي ترعرع فيه، اللي كبر فيه واللي استلم فيه الكرسي. الضغوط الداخلية بقى انشقاق وتحزبات جوه الكنيسة بسبب أسقف اسمه ميليتوس، ده كان أسقف ليكوبوليس اللي هي أسيوط. وفي أسباب كتيرة للخلاف يعني، بس اللي ذكروهم كان القديس أثناسيوس الرسولي والقديس أبيفانيوس، قالوا لنا ثلاث أسباب تقريبا للانشقاق ده. سبب منهم ذكروا القديس أبيفانيوس إنه كان في مشادة بينهم في السجن سنة 304 ميلادية بين البابا وبين ميليتوس، اللي كانوا الاثنين في السجن، وكان في مشادة حوالين الموقف من العائدين للكنيسة اللي ارتدوا وقت الاضطهاد. يعني لو في حد ضعف قصاد التعذيب، حد خاف ما تعذبش لسه وخاف وأنكر، فنتعامل معاه ازاي لو راجع؟ ميليتوس كان واخد موقف متشدد جدا، دول ما نقبلهمش تاني في شركة الكنيسة. البابا شايف انه ده مش صح، ازاي اقفل باب الخلاص في وش حد راجع لحضن المسيح؟ ما اقدرش اعمل كده. فالبابا ساعتها عمل زي رسالة كده فصحية كان بعتها او يعني كتبها في وقت عيد القيامة، حط فيها 14 قانون لعودة التائبين، للتائبين يعني بحسب طبعا وضع كل حاله، يعني فندهم كده حالات اللي مثلا هل ده شخص عادي، هل ده كاهن، هل ده كان عبد واسيده اجبره، طب هل لو كان متكتف وخلوه، احيانا كان يختفوهم يخلوهم يبخروا بالعافيه كده، هو ما يعتبرش هو بخر كده، لا ده يتقبل ده ما يعتبرش بخر للاوثان. فابتدى ايه يفند الحالات بحيث انه يقبل الكل، وكل واحد بقى يشوف اذا كان هيمشي مثلا برنامج معين، يعني صوم صلاه، بحيث هو يقبله تاني شركة الكنيسة. ميليتوس كان ضد الفكرة دي تمام، يقول لدرجة ان البابا اضطر يحط زي ستارة كده بينه وبين ميليتوس في السجن، ما كانش قادر يشوف ويبص في وشه. ده سبب ذكره القديس أبيفانيوس. سبب تاني من اسباب الانقسام ده او الانشقاق ده، ان كان فيه في الوقت ده زي ما بقول لكم اضطهاد، فكان العادي انه اساقفة تترمي في السجن، يتاخدوا ويترموا في السجن، فكان فيه 4 اساقفة في السجن، وميليتوس ده فرض سيطرته على الأبرجيات بتاعتهم، وابتدى يرسم سيامات غير قانونية للكهنة والشمامسة ويفرض سلطته، وعايز يجمع أكبر كم من الأتباع عشان يناطح البابا على الكرسي. فده خلاف تاني أو تعدي تاني لميليتوس. حاجة تانية ذكرها القديس أثناسيوس إنه بخر الأوثان، يعني احنا مش عارفين إيه ترتيب الخلافات دي أو حصلت إزاي، بس أنا برغم إنه تبان إن فيها يعني تضاد ما بينها وما بين السبب الأول إنه كان رافض اللي بيبخروا الأوثان إنهم يرجعوا تاني للكنيسة، لكن يعني أنا شايفة إنهم ممكن يكونوا الاتنين حصلوا، مفيش مشكلة، لأنه اللي ممكن ما يبقاش عنده رحمة ده أو يعني ما يبقاش عنده قبول للخطاة، ممكن في وقت من الأوقات يبقى محتاج النعمة وما يلاقيهاش تسنده في وقت يعني. فقد تكون كل الأسباب دي حصلت. المهم إن كان في الوقت ده حصل زي انشقاق في الكنيسة، ابتدت ميليتوس يفرض سيطرته، وبرغم إن البابا بطرس وقفه وطلع قرار بوقفه سنة 306 ميلادية، بس هو موقفش، هو استمر يجمع أتباع ويفرض سلطاته على الأبروشيات ويرسم سيامات. بيقولوا بعد كده بعد استشهاد البابا بطرس بعد كده بسنين إنه بقى فيه 28 أسقف تابعين لميليتوس ده، فيعني واضح ان هو كان عمل ازمه في الكنيسه في الوقت ده. وفي سبب تاني او في ازمه تاني سببها ميليتوس هنعرفها بعد شويه. دي صوره كده يعني المفروض انها عن الانقسام ده او عن الانشقاق اللي عمله ميليتوس، بتبين يعني كانهم حزبين وناس مش عايزه تبص في وش بعض، يعني ده اللي عمله ميليتوس في الكنيسه يعني. انا مش عارفه صحه الصوره بالظبط، بس هي يعني رسم فنان تصورها بالشكل ده يعني. مشكلة كمان بقى ظهرت في الوقت ده، ضغط جديد، هو ظهور أريوس. أريوس ظهر في نفس الوقت ده، كان هو أصلاً أصوله ليبية وجي الإسكندرية، وكان بيعلم في الكنيسة، والبابا بطرس ابتدى يلاحظ في تعاليمه حاجات كده يعني بينكر أو يتجاهل لاهوت المسيح ومساواته بالآب، ابتدى يحس كده، نبهه كذا مرة وأريوس رفض التنبيه، رفض الإنذار، فاتحرم أريوس. في الوقت ده قرب من ميليتوس، ابتدى أريوس كان يعني بيحاول كان مخادع جدا وبيحاول يتقرب يشوف مصلحته مع مين، قرب لميليتوس عشان ده الجهة اللي ضد البابا نقطة القوة التانية، فابتدى يقرب منه. في وقت سجن البابا بطرس الأخير، البابا بطرس اتسجن سنة 304 زي ما كنا بنقول، واتسجن سجن تاني 311، ده السجن اللي استشهد فيه.
في المره الثانيه كان باين ان البابا بطرس يعني هيستشهد، كان صدر قرار خلاص ان هو كان باين ان هو هيتقتل، فكان أريوس عايز ياخد حل من البابا قبل ما يموت، فراح بعت وساطه للبابا في السجن عشان خاطر يحله، والبابا رفض تماما ووصى كمان تلاميذه بانهم ما يحلوش أريوس. وبعد كده راح بعد بعد استشهاد البابا بطرس راح رايح تاني لجنب ميليتوس. المشكلة الكبيرة اللي سببها برضو الانقسام اللي عمله ميليتوس إن أتباعه بقوا أتباع أريوس بعد كده عند في البطريرك، فبقى يعني واخد من أتباع ميليتوس حواليه نقطة ارتكاز، بقى في شوية أتباع كمان لأريوس بسبب إن هم كانوا أصلا منقسمين وتابع ميليتوس. فدي تقريبا كل كده التحديات اللي على الساحة. قبل ما نسيب النقطة دي احنا محتاجين نعرف ليه البابا بطرس رفض يحل أريوس من الحرب. البابا بطرس في السجن الأخير ده، احنا هنعرف قصة السجن ده بعد شوية. البابا بطرس في السجن الأخير ده شاف رؤية في ليلة استشهاده أو قبل يعني في أواخر الفترة اللي كان فيها في السجن، شاف رؤية المسيح واقف ولابس توب، والتوب ده مشقوق متقطع، فسألوا إيه مين اللي شق توبك يا سيدي؟ فقال له أريوس، ما تحلوش هيبعتلك ويتوسط، ما تحلوش زيدوا حرم، ووصي كمان أرشيلاوس وألكسندروس، دول كانوا تلاميذ البابا بطرس، إنهم ما يحلوهوش، ودول هيكون البطارقة اللي بعديك على كرسي اسكندرية. فبابا بطرس خد تلميذيه دول في السجن وقال لهم على انفراد، دي الرؤية اللي أنا شفتها، أنا مش ما عنديش رحمة، لكن دي وصية المسيح، أنا ما أقدرش أن أنا أحل أريوس، ووصاهم بكده أن هما كمان ما يحلهوش، وقال لهم أن أنتوا هتبقوا البطاركة بعدي. أرشيلاوس هتلاقيه يعني لو رجعنا لورا في جدول هتشوفوا أنه أرشيلاوس ده هو كان البطرك رقم 18، والبابا ألكسندروس الأول اللي قبل البابا أثناسيوس على طول بطرك رقم 19، دول كانوا البطاركة اللي بعد البابا بطرس. هتلاحظوا أرشيلاوس قعد على عرش 6 شهور بس، البابا ألكسندروس قعد 15 سنة و 9 شهور. اللي حصل إنه أريوس كل ما كان يقعد بطرك على الكرسي يروح يتودد له عشان خاطر يحله، فعمل كده مع البابا أرشيلاوس، والبابا أرشيلاوس يعني استمال يعني للرأي وفعلا حله، وبعدها على طول تنجح 6 شهور. بابا ألكسندروس سمع لوصية البابا بطرس وما حلوش لآخر وقت. قصة السجن الأخير بقى اللي استشهد بعده البابا بطرس، السجن ده كان في سنة 311 ميلادية. الأسباب دول أشهر الأسباب يعني أهم الأسباب. أول حاجة كانت تظهر ليه مؤلفات ضد الوثنية، فالإمبراطور اعتبرها تحدي يعني ليه. وتاني سبب قصة كلنا عارفينها يعني بنتكلم عنها كتير لما نيجي نتكلم عن المعمودية، قصة معمودية أولاد سقراطيس، ده كان أحد معاويني الإمبراطور، وكان مفروض أنه كان مسيحي، يقال أنه كان مسيحي في الأول، ولكن مجاملة للإمبراطور ابتدى يرتد يعني ويبخر الأوثان. مراته كانت تقية جدا وكانت عايزة تعمد الولاد ولادها، طلبت منه طبعا ورفض، فراحت واخده مركب على الاسكندريه والبحر هاج في وسط الرحله. طبعا دي بقى من هنا احنا عارفين القصه، فكانت خايفه ان اولادها يموتوا من غير معموديه، فجرحت نفسها ورشمتهم بالصليب وعمدتهم في الميه باسم الاب والابن والروح القدس في البحر، وقالت انا كده خلاص انا كده اطمنت، لو غرقنا خلاص انا يعني انا كده مطمنه. لكن ربنا أراد وصلت المركب بسلام لإسكندرية، ودخلت الكنيسة فعلا في حد التناصير في حد المولود أعمى. كان في بقى طابور من اللي هيتعمدوا، وكل ما البابا بطرس يحاول يعمد الولاد المية تجمد، فمرة في الثانية في الثالثة آخر مرة سألها فحكت له الحكاية وقال لها إن هم اتعمدوا فعلا على إيمانك ورشمهم بالميرون. وطبعا القصة لما تعرفت عند أبو الولاد فاشتكيها البابا بطرس للإمبراطور، فأمر بالقبض عليه. ولو عايزين نعرف بقية قصة الأم فهي وولادها استشهدوا، لأن جوزها سقراطيس ده اتهمها تهمة باطلة واستشهدوا. يبان في السجن في القصة بتاعة استشهاد البابا بطرس قد كده يعني أمانته كراعي وحبه لرعيته وحب الراعي كمان الرعية كمان ليه. فطبعا زي ما قلت لكم كانت باين من في السجن الاخير ده انه هيستشهد، عشان كده أريوس كان بيجري وراه عايز ياخد منه حل.
الرعية كمان الشعب كله كانوا عارفين خلاص القرار صدر والبابا بتاعهم هاي دين تماما قتل البابا بطرس. فساعتها القائد قال طب نستنى للصبح، الناس هتمشي بالليل، محدش مشي، فضلوا للصبح. فعمل البابا خطة عشان يحمي ولاده، حاسس هيحصل اشتباك الصبح، هيحصل ولاده هيتأذوا هيتقتلوا. فراح عمل خطة، بعت رسالة للوالي وقال له ابعت لنا حد من بره، قوة من بره، انا هخبط لهم في السور اللي من ورا في السجن في مكان معين، يحفروا يشقوا الحيطة كده يكسروها وانا هطلع وننفذ الحكم بعيد عن السجن. وفعلا اتنفذت الخطه زي ما طلب بالظبط، وطلب انه يروح الاول يصلي عند قبر ماري مرقص وصلى هناك عند القبر، وطلب من ربنا ان دمه يكون اخر دماء شهداء العصر ده. هنتكلم عن طلبه ده، انه بالاول يعني انه كان فعلا العصر ده انتهى بعدها على طول. الشهداء لسه موجودين لغايه النهارده في الكنيسه، ولكن عصر الاستشهاد بتاع الامبراطوريه الرومانيه ده فعلا انتهى بعدها على طول. احنا قلنا ان هو استشهد في سنه 311 او اخر سنه 311. في 313 صدر مرسوم ميلان اللي اصدره الامبراطور قسطنطين بالتسامح الديني، خلاص ما بقاش فيه اضطهاد للمسيحيين، فكل حد من حقه يعبد الإله بتاعه، وبكده فعلا يكون استجيبت طلبة القديس البابا بطرس. نرجع تاني انه الرعية لما سمعوا خلاص ان الامر تم وانه البابا بتاعهم استشهد، فراحوا للمكان واخدوه منه ودخلوه الكنيسة وقعدوه على الكرسي. يقال انه ما قعدش على الكرسي طول وقت البابوية بتاعته، وانه كان بيشوف نور بيطلع من الكرسي ده، ما كانش بيقدر يقعد على الكرسي، وانه حتى في مرة ألحوا عليه يقعد في احد الاعياد قعد على سلم الكرسي، ما قدرش يقعد على الكرسي نفسه. فقعدوا على الكرسي وصلوا عليه والدفن، وطبعا وقعدوا يعيدوا له كل سنة. زي ما قلت لكم البابا بطرس كان ليه كتابات كتير، هو كان عالم يعني لاهوت. واحدة منهم اللي احنا كنا اتكلمنا عنها من شوية اللي هي 14 قانون للتوبة، برضو هو كتب مجموعة من الرسائل، واحدة منها مثلا كانت بخصوص ميليتوس، رسائل تتعلق بالاضطهاد، رسالتين تقريبا، رسائل لأشخاص بعينهم، رسالة لقديانوس، رسالة للأفراد. وفي طبعا مجموعة من العظات، يعني واحدة منهم مثلا عن عيد الأبيفانيا، عن عيد الظهور الإلهي، ده اللي وصلنا طبعا يعني. وفي أعمال لاهوتية، دي بعض الكتب في الألوهة، في مجيء مخلصنا، في النفس، في قيامة الجسد، دي مجموعة من الكتب. المميز في كتاب منهم في الألوهة إنه كان في منه ثلاث اقتباسات في مجمع أفسس، لا في أعمال مجمع أفسس ثلاث اقتباسات من الكتاب ده. أنا حطيت واحد بس منهم هنا، يبان حتى يعني مدى علمه، هو فاحص جدا للآيات وللأفكار اللي بيطرحها الكتاب المقدس. فتشوفوا هنا مثلا الاقتباس ده يوحنا أفسس، يوحنا فيليبي، تعالوا نقرأ كده التركيبة. إذن بالحقيقة النعمة والحق بيسوع المسيح صار، حيث أننا بالنعمة مخلصون كقول الرسول، ليس منكم وليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، إنما هي إرادة الله أن الكلمة صار جسدا ووجد في الهيئة كإنسان، لكنه لم يوجد بغير لاهوته قط. هو بيتكلم على انه دي نعمه ربنا، انه ان احنا نخلص ليس من اعمال، وان دي باراده ربنا، هو اخذ الجسد وصار في الهيئه كانسان، لكن ده مش معناه انه فقد لاهوته او مجده. وده مثل بالغني اللي قد صار فقيرا لكن لم ينفصل قط عن قوته ولا مجده. واحد اختار انه يلبس لبس فقير، يعيش عيشه فقيره، ده مش معناه انه هو فقد مجده، فقد غناه، لكن هو اللي اختار يظهر بالصورة دي. يعني ده أحد الاقتباسات يعني من كتاباته. عايزة أقول لكم في يعني اللي لفت نظري في حياة يعني البابا بطرس بشكل عام. قبل ما نختم، لفت نظري حاجتين مهمين قوي. أول حاجة طبعا الدراسة المستمرة، وضيعش وقت خالص، وفي سن صغير كان يعني وصل درجة عالية جدا من العلم، فيمكن دي أكتر حاجة لفت نظري في حياة البابا بطرس. وتاني حاجة لفت نظري برضو قوي إنه برغم إنه واضح إنه كان صغير في السن في الوقت ده اللي كان فيه بطريرك، ما كانش كبير في السن،
يبان كده من يعني من قصه البابا ساونا وقصه البابا بطرس. يعني ده اللي انا استشفيته. انا طبعا ما فيش عندي تاريخ محدد لميلاد البابا بطرس، ما فيش تاريخ، هو مولود في اواخر القرن الثالث بس ما عنديش تاريخ محدد، دورت ما لقيتش بصراحه. فلكن يبان من القصص ان هو كان صغار في السن، ومع ذلك كان عنده يعني حرص رهيب على انه يكون راعي امين ومحبه حقيقيه للرعيه فوق كل اعتبار. تبان قوي يعني الحكايه دي في قصه استشهاده، محبته الفوق الوصف للرعية وخوفه عليهم. دي حاجة. حاجة تانية برضو تبان حتى في المشادة اللي بينه وبين ميليتوس، انه اذا كان سببها ان انا يعني اقفل الباب في وش اللي عايزين يرجعوا لحض المسيح، لا انا ممكن اخسر الاسقف المشهور اللي عنده اتباع ومخسرش اولاد المسيح، مخسرش انهم يعني يرجعوا تاني لربنا. يعني لو بنتكلم بالسياسة ممكن حد تاني مكانه يبقى يعني يبقى سياسيا يعني لا يظبط الوضع من فوق يعني، لكن لا هو ما عملش كده، هو كان الأهم عنده الرعية فوق كل اعتبار. يمكن يعني دي النقط اللي لفتت نظر يعني في حياته. وربنا المجد الدائم.